دكتور محمد أغيركتا، منسق العام معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. نحن هذه السنة في النسخة التاسعة للمعرض الكتاب، وطبعا سمينا هذا المعرض شعار المعرض الكتاب مستقبل، وقلنا أن هناك نعيش في أيام صعبة، والأجيال الجديدة يريدون أن ينظرون إلى المستقبل. وما هو المستقبل؟ بالنسبة لنا هو المستقبل الكتاب. نريد أن هناك جاليات عربية في تركيا يأتون لهذا المعرض ويريدون لأولادهم مستقبل جديد. نريد أن نقدم لهم شيئا كأتراك، أن نوصلهم بالكتاب العربي وهو كتابهم لغتهم الأصلي، لأجل أن لا ينقطعوا من لغتهم الأصلي ويندمجوا أيضا مع الأتراك. هناك قلنا الكتاب مستقبل لأجلهم، نعطيهم ونقدم لهم هذا الشيء. ودعونا من جميع أنحاء العالم العربي، الدور النشر أكثر من 30 دولة، 300 ناشر موجود هنا، وأيضا زوار من مختلف الجنسيات. عندما نذهب إلى المعارض العربية في العالم العربي، إذا كنا في الكويت نلتقي بالكويتيين، إذا كنا في السعودية نلتقي من السعوديين، ولكن هنا نرى كل الجاليات العربية. هذا فرق معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي، أكبر معرض للكتاب العربي خارج الجغرافيا العربية، وثانيا أكبر تجمع للجاليات العربية خارج الوطن العربي. لا يوجد هناك معرض تجمع كل الجاليات، ليس فقط الجاليات العربية، بل هنا نحن عندنا ضيوف من تاجيكستان، من أوزبكستان، من قزاقستان، من دول البلقان، مكدونيا، ألبانيا، بلغاريا. الطلاب الذين درسوا باللغة العربية سواء كانت في الدول العربية أو في بلدانهم يأتون لأجل اللغة العربية هنا، ويرون المستقبل في الكتاب. طبعا موضوع غزة مع الأسف هذه الأيام يحرق القلب، ونحن ككتاب والناشرون وقسم الثقافي لازم أن يكون لنا كلمة. كل واحد لازم أن يبقي الموضوع حيا في حسب قطاعه. نحن في قطاع الكتاب، قطاع الثقافة، لذلك وضعنا لوحات فنية يكون فيه روح المقاومة، أو يكون هناك كتب عن المقاومة، أو بعض الهدايا متعلقة بفلسطين. نريد أن نعلق حب فلسطين خصيصا لأن المسجد الأقصى فيه لكل نزرعه لكل قلب مسلم، وهذا نحن وظيفتنا كالمهتمون بقطاع الثقافة. ونحن عندما تتجولون في المعرض ترون هذا الروح في كل جناح، في شيء متعلق بفلسطين، متعلق بقضية الفلسطينية، لأنها ليس قضية فلسطينية خاص بالعرب. نريد أن نبرز أن هذه قضية للأمة الإسلامية، ولذلك نحن كأتراك أيضا والزوار الذين يأتون من خارج البلدان العربية كلهم أما يعلق في قلبه صورة عن فلسطين، صورة أي يحملون الشنط فيه روح من فلسطين. ونريد أن دائما أن نبقي حتى يأتي النصرة للمسلمين في قضية فلسطين وغزة طبعا. وأيضا ندعو، هذا نسميه الدعاء الفعلي، وهذا الذي نعطيه هذا الروح في المعرض الكتاب إن شاء الله. أولاً أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بزوار المعرض كلياتهم. كانت المعرض فعالية جدا رائعة، يعني الحضور يعني جدا جدا أكثر يعني حضور من السنوات السابقة. أنا تفاجأت بصراحة بعدد الكبير من الحضور، الزوار العرب وحتى الأتراك، يعني حتى التغطية الإعلامية السنة ممتازة، يعني عدة قنوات، عدة وكالات إخبارية اجت حتى من مجال يعني الأتراك، كتير كان في حضور إعلامي، في اهتمام واضح. يعني هلا بالنسبة أنا بالأول مدرسة لغة عربية، فنانة تشكيلية من سوريا، اسمي أمل بيطار. شاركت بهالمعرض بلوحة اسمها جناح قلبي المليء بالسلام. في المشاركة كانت من قبل عن طريق 22 معرض شاركت فيهم، كان منهم المعرض الخاص تركواز، واللي ما يعني الحمد لله صار له ضجة لا بأس فيها. يعني بفتخر أنا إنه أعمالي الحمد لله عم تلاقي قبول لا بأس فيه. من قبل عملت لوحة آيا صوفيا وصخب الحضارات، شاركت فيها بأكثر من معرض،
ولوحاتي أكثرها هي 3D، يعني أنا اختصاصي 3D. بالنسبة للوحة اللي شاركت فيها معرض الكتاب اسطنبول، هي عبارة عن رمزية بحتة، يعني استخدمت فيها أولاً يعني عناصر من الطبيعة، يعني الورد الشامي هو كان الأساس، ورد الشامي رمزت فيه إنه الذكريات، يعني كل شيء إنسان مرق فيه بوطنه، من ذكريات، من صور طبعت في الذاكرة، حطيتها ضمن إطار ضمنت الجناح، يعني جناح الأبيض حمل كل هالورود. الورود هي بتتضمن أكثر من يعني مضمون، يعني بتتضمن كتير شغلات تحت صفة إنه الورد الشامي. تحت أنا حطيت مجال منيح للا، يعني قسم منيح للوحة للبيوت الشامية العتيقة وللبحر الشامي العتيقة. طبعاً كل ما واحد طلع بالبحر الشامي بتذكر الياسمين الشامي، بتذكر حياة الشام. الشام مو بس الشام، الشام هي حلب، إدلب، حمص، يعني الشام هي الوطن. أنا دائماً الطبيعة مثل بالبيوت الشامية، يعني حتى الطبيعة، الطبيعة اللي بالأنهار وهي دل فيها على وطني. نحن هنا أقدم ستور بيت الكتاب العربي جناح B40. لدينا الوكالات لأكبر وأعرق وأفضل الدور النشر العربية في العالم العربي، من ضمنهم دار الساقي حمد بن خليفة، حاشيت أنطوان نوفل، العربية للعلوم الناشرون، لدينا أيضا دار الآداب ودار التنوير ومركز الثقافي العربي والعديد منهم. أيضا لدينا ما يقارب 17 دار في هذا الجناح، لدينا وكالات حصرية لجميع هذه الدور ونعرض أفضل وأحدث الإصدارات لديهم. الإصدارات الأكثر مبيعا على سبيل المثال الأسود يليق بك من دار نوفل، عداء طارق طائرة الورقية من دار حمد بن خليفة، والعديد، يعني لدينا الآلاف من العناوين لا يمكن ذكرها جميعا. جميع العناوين هي العناوين الأحدث المتوفرة في العالم العربي بشكل عام والأفضل أيضا. على سبيل المثال عندنا بالنسبة لي شخصيا كتاب العادات الذرية Atomic Habits من أفضل الكتب التي تم إصدارها، كتاب يتكلم عن التنمية البشرية، وهذا جزء من الاختصاص الموجود لدينا في بيت الكتاب العربي. نحن مختصون بشكل عام بالروايات والتنمية البشرية. على سبيل المثال بالنسبة لي شخصيا كتاب العادات الذرية من أفضل الكتب التي أصدرت في هذا المجال الذي هو مجال التنمية البشرية. يعلم الكثير من الأمور، عندما نسقط كيف ننهض، كيف نستمر في هذه الحياة، وكيف نطور من أنفسنا بشكل دائم. وأيضا من أهم الأمور التي يتكلم عليها عنها هذا الكتاب هو أن كيف نبني عادات جيدة. يعني نحن بشكل عام أحيانا في عنا يوميا تكون لدينا عادات سيئة لا نشعر بها تؤثر علينا في المدى الطويل في حياتنا، فهذا الكتاب يعلمنا كيف نغير هذه العادات السلبية إلى عادات جيدة، ويمكن أن نصبح نستفيد من هذه العادات بشكل عام. كلمة دعم نفسي مصطلح، وكلمة مرض نفسي، وكلمة مشكلة نفسية، وكلمة مشكلة اجتماعية، وكلمة مشكلة أسرية، كل دي مصطلحات بتختلف عن بعض. دعم النفسي أو إحنا دورنا كأخصائيين نفسيين إيه؟ إن الشخص بيكون عنده معاناة، إحنا بنساعده ببعض الوسائل والتكنيكات إنه يتعرف على معاناته، ونحط معاه خطة بحيث إنه هو يتخلص من المعاناة دي. بالإضافة مع الوقت لما يتخلص من المعاناة بنركز مع إنه هو يكتسب مهارات جديدة تخليه يعمل تصرفات وسلوكيات في الحياة تحقق له السعادة. فده الهدف بتاعنا بشكل عام. فانت قبل ما تدور على اي كتاب، وهم كتير جدا مش هنقدر نحصيهم كلهم، اسأل الاول انا عايز اقرأ كتاب عن علم النفس عشان اتخلص من اي معاناة في حياتي. فده كده انت قدرت تحدد الفئة اللي هتقرأ فيها، تمام؟ سواء بقى على المستوى الكتب المترجمة ولا مستوى الكتب ايه العربية. يعني عندنا الكاتب كريم الشاذلي بيتكلم بشكل كويس جدا في العلاقات، انصح به المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا والاشخاص اللي عايز ايه يبني قدرات فكرية وشعورية. عندنا ديل كارنيجي ككاتب اجنبي هو قديم جدا، ضع القلق وابدأ الحياة وكيف تكسب الاصدقاء والكتب المشهورة دي للشباب اللي عايز يعرف يعمل تواصل كويس وجيد مع الاخرين.
عندنا في بعض الكتب الأكثر تركيزاً بقى وتحديداً، زي الكتب اللي بتتكلم عن الأمراض النفسية على رأسهم طبعاً كتاب الاضطرابات الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية، هو بيخصنا إحنا كأخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين أكتر، ولكن ممكن ناخد منه مختصر أو نبذات كده عشان نعرف عن الأمراض النفسية. الشخص اللي تلاقيه دايماً بيتكلم بيقول أنا عندي اكتئاب، أنا عندي قلق، طب أنت عارف إزاي أنت قلت على نفسك الكلمة دي وحطيت لنفسك الوسم ده الليبولينج ده؟ لا، طب اقرأ عن الموضوع عشان تعرف. في كتب بتتكلم عن الارشاد الاسري والزواجي وتربية الابناء وتعديل السلوك للاطفال للي بيعاني مشكلات اسرية. هل انا بقى عندي مشكلة نفسية سلوكية زي الادمان، زي الغضب والانفعال الشديد والتكسير، زي الاكل بشراهة وهو كذلك، ولا انا عندي مرض نفسي وده شيء انت منفعش تحدده، لازم حصرا مختص او طبيب نفسي هو اللي بيشخص ده، لان احنا مش بنشخص. دار الفكر مؤسسة عريقة تأسست عام 1957، لها فروع في أغلب دول العالم العربي، في لبنان والإمارات وتركيا. نشارك في معرض اسطنبول من الدورة الأولى من 10 سنوات تقريبا. تتميز دار بإصداراتها العامة بشكل عام، نحن والعلمية الرصينة، كل إصداراتنا تطرح قبل النشر إلى الدراسة. آخر إصداراتنا في مجال اللغة العربية في أصول النحو. عندنا طبعة جديدة لكتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين للدكتور ماجد عرسان الكيليني في موضوع القرآن، الإلحاد، الدراسات العلمية الفكرية، أدب الأطفال أيضا عندنا في هذا المجال. في عندنا مؤلفات الدكتور عبد الوهاب المسيري، دكتور عبد الوهاب المسيري أهم من كتب عن الموضوع الصهيونية اليهودية العلمانية. عندنا كثير كتب عن القضية الفلسطينية بشكل عام، دراسات فكرية. هكذا ظهر جيل صلاح الدين يتحدث عن كتاب كيف أسس ظهر جيل صلاح الدين. صلاح الدين ليس فرد بطل، إنما مجتمع كامل أسسه وحرر عن طريقه القدس. هذا الكتاب صدرت الطبعة الأولى له منذ 10 سنوات، الدكتور ماجد عرسان الكيلاني هو أستاذ فيلسوف فلسفي أردني درس في الولايات المتحدة، يتحدث عن فترة ما قبل صلاح الدين الأيوبي وكيف كانت العالم العربي والإسلامي قبل صلاح الدين. عندما جاء صلاح الدين كيف غير الأمة قبل أن يغير الحكم، فهو أسس لمجتمع جديد قادر على تحرير، وهو يعني في النهاية يقول هكذا نحتاج نحن لتحرير فلسطين من جديد. مرحبا، أنا اسمي ليلاس النمر وعمري 9 سنين، وفتت على الصف الرابع، نجحت على الصف الرابع، وبعرف أحكي 3 لغات عربي وإنجليزي وتركي. وبالنسبة للمعرض الكتاب، أنا كل سنة وقت تفتح بدي إنه بنبسط وقت أتعرف على ناس جديدة، ووقت يشتري كتب أنا بنبسط، ووقت أشتري أنا كمان كتب أنا كمان بنبسط، إنه الكتاب هو النور والكتاب هو المستقبل مثل ما أنت قلتوا، وأنا كل ما أقرأ عقلي بتتفتح وبتنور. خولة العيسى مسؤولة قطاع المرأة والطفل في جمعية همة. جمعية همة تأسست من عام 2013. هذه الجمعية تعنى بأمور الشباب السوري بشكل أساسي يعني، والشباب العربي في المغترب. بدأنا في عملنا في تركيا والحمد لله رب العالمين، أكرمنا الله منذ البداية أنه كنا في مركز واحد، واليوم نحن 11 مركز موجودين و5 مساكن طلابية. تأتي مشاركتنا هذا العام في معرض الكتاب في جناح جمعية همة باسم نادي همة للطالبات. نادي همة للطالبات تأسس عام
2016 هو يعنى بأمور الطالبات الجامعيات في المغترب، ويسعى أن يكون بيت لهم، نجهز لهم أنشطة تناسب ميولهم واهتماماتهم. طبعا هدفنا أن يكون هذا الشباب والشابات فاعلين، يحافظوا على أوطانهم، يحافظوا على القيم. من أجل ذلك حتى المنتجات اللي احنا بنروج له والأنشطة اللي احنا بنعملها هي تأتي ضمن هذا السياق. ثلاث أمور أساسية احنا كنا حريصين على إبرازهم في هذا المعرض. واحدة منهم هي قضية الوطن، وهنا نتحدث عن الوطن سوريا كوطن الأم أو الوطن الأكبر أو وطننا حتى فلسطين أو حتى الدول العربية بشكل عام. من أجل ذلك كانت منتجاتنا كلها تحاكي الوطن، يعني هي تتحدث عن سوريا، تتحدث عن فلسطين بشكل عام. الأمر الثاني قضية اللغة العربية، لأنها قضية أساسية ونحن حريصين عليها، خاصة ونحن نحيا في تركيا. من أجل ذلك أيضا كانت منتجاتنا فيها يعني تتعامل بالخط العربي. الأمر الثالث اللي هو قضية بتهمنا نحن، يعني كأننا نادي طالبات، قضية الحجاب والمرأة المسلمة، فمشان هيك منتجاتنا أيضا تركز على هذا الأمر. عمل نادي الطالبات عمل تطوعي، طالباتنا نحن جميعا متطوعات، كل اللي بيعملوا معنا في الأنشطة وبيشاركوا فيهم هم طالبات. هذا بالجانب اللي يتعلق في قضية المبيعات اللي نحن اليوم عم نعملها في جزء من الأنشطة. الجزء الثاني وهو الأهم، اللي جزء نحن قاعدين عم نعمل فيه أنشطة للطالبات اللي عم يشاركوا معنا، فعاملين مجهزين مجموعة من الألعاب، مجهزين مجموعة من الأنشطة اللي بيعملوها الطالبات معنا. هلأ ما نسعى نحن لإصداره، يعني وكان عملنا أن يكون في معرض الكتاب لكن لم نستطع بسبب الوقت والضغط، كتاب مشكاة الذي سيكون إن شاء الله متوفرا قريبا، يتحدث عن سيرة 100 سيدة عظيمة. أصدرنا دليل طلابي، الطالبات أصدروا لي، هو يساعد الطالبات بشكل عام، يساعد الطالبات في مرحلة دخولهم إلى الجامعة، شو الإجراءات اللي لازم يعملوها، كيف بيقدروا يعني يستفيدوا من كل المعلومات الجامعات التركية، يعني هو بيستفيدوا منه في الفترة التحضيرية. جمعوا طبعا الطالبات نتيجة خبرتهم، هن أصلا بيدرسوا، فإن شو بتحتاج الطالبة من أسئلة حاولوا يجمعوا في كتيب. أيضا يعني نصدر هيك كمان بعض الأمور الثانية على المستوى الثقافي. أمينة زويد من سوريا، من حلب. الحقيقة أنا صار لي مقيمة هون بتركيا 10 سنوات وأكثر. بالنسبة للرسم أنا كنت من زمان أرسم وبورتريا تحديدا، لكن مشاغل الحياة وهيك شوي أخذتنا، يعني تركنا شوي هذا الموضوع. لما جيت لتركيا فحبيت أنه هون أرجع مارس مهنة الرسم أو نمي هاي الموهبة أكثر. أنا دارسة أدب عربي، خرجت أدب عربي حلب. فلما جينا لهون عملت عدة كورسات قويت حالي فيها، لأني ما بتكفي الموهبة، لابد من صقل الموهبة يعني أو الهواية لحتى تتمكن من رسم أعضاء الإنسان أو تكوين اللوحة، كيف التكنيك لازم يكون صح. فالحمد لله ودخلت بعدين انتسبت لجمعية شام اللي هي أول جمعية صارت أحدثت في إسطنبول. جمعية شام هي المرخصة من الدولة التركية، تجمع كل الفنانين، بداية كانت للفنانين السوريين بعدين صارت لكل الفنانين العرب، تستقطب كل الفنانين الموجودين في إسطنبول. الحقيقة أنا المشاركة، أنا بالنسبة لي معرض الكتاب جدا مشاركة مهمة وحريصة أن أشارك فيه، وقبل سنتين شاركت كمان بمعرض الكتاب ضمن المعرض الفني بلوحة عن حلب تراثية فلكلورية مع فرقة رقص السماح اللي هو من التراث الحلبي، وهي المشاركة الثانية. عم شارك اليوم بالمعرض السنة 2024 بلوحة حارة دمشقية، كمان من الحارات القديمة بدمشق. يعني أنا كفنانة حريصة أنه رسخ التراث أو الفلكلور السوري لحتى نضل يعني نستذكر هذا الشيء بالغربة، ما الأجيال اللي جاي أنه تنسى أو تضل حافظة تاريخها ويعني حضارتها. فهي الحارات القديمة فيها العبق التاريخ والزمن الجميل، فيها يعني كيف كانت الأسرة تجتمع، الجيران، على قد ما هي حارات ضيقة لكن فيها كل الحب، فيها كل الانسجام بين الأهل والناس والجيران والأهل والأصدقاء والأصحاب.
هذا اللي عم نقدر نحن نريد نوصل صورة عن بلدنا وتاريخنا وحضارتنا. أنا عملي اليوم اللي مقدمته في معرض الدولي للكتاب العربي هو يمتزج يعني بين الفسيفساء ما بين الحاضر والماضي، يعني عمل بانوراما بيعطي ما الشيء الترابط الاجتماعي وتراثنا القديم. طبعا أنا فنانة فاتن شاب، فنانة تشكيلية، تراثي أنا المتعلقة فيه بكتير بين الحارات الدمشقية، حارات العادات والتقاليد الجميلة الرائعة. فهاي عندي البانوراما اللي سميتها طبعا لوحتي بانوراما، هي بين بتحكي عن عاداتنا تقاليدنا الترابط الاجتماعي الحلو. حتى الألوان أنا اللي قدمتها الفسيفساء قطعة قطعة، هي يعني بتحكي عن حكاية كتير وقصص كتير. فأنا تركتها للمتلقي، حتى النور الأنوار اللي حيططها، حتى البيوت الشبابيك، يعني فيها قصص كتير كتير، وفي زوايا فيها حزن، في زوايا فيها هموم، وفي فرح. في هاللوحة سميتها بانوراما، هي عبارة عن التراث الشامي، الحارات الدمشقية القديمة، فسيفساء تجريدية، الترابط الاجتماعي اللي والنمط اللي أنا كتير بعشقه وبحبه. بتشكر قناة الرافدين على استضافتي وشكرا لكم. أنا شاركت بمعرض اسطنبول هاي السنة كداعمة نفسية وميسر التوعية. شاركت بمحاضرة، كان عندي محاضرة اليوم بعنوان كن إيجابياً، مهارات التفكير الإيجابي. أهم المحاور اللي تحدثنا عنها بهي المحاضرة، حكينا عن التفكير الإيجابي بشكل عام، الفرق بين التفكير الإيجابي عند الأفراد والتفكير السلبي، كيف الشخص يكون إيجابي وكيف يكون سلبي. حكينا كمان عن برمجة العقل الباطن، كيف نبرمج عقلنا الباطن لنكون أكثر إيجابية. كمان حكينا أنه أثر التفكير الإيجابي أثره على الجسد وعلى الصحة النفسية، كيف لما الأشخاص طبعا يكون تفكيرهم إيجابي هذا الشيء بينعكس على صحتهم، بينعكس على مزاجهم. طبعا الإيجابية مثل ما بتعرفوا أنه التفكير بإيجابية يحسن المزاج، يزيد من هرمون السيروتونين والدوبامين، فهذا الشيء بيعدل مزاجنا، بيخلينا بيحمينا من الاكتئاب ومن القلق. وطبعا السلبية، كل ما فكرنا بسلبية أكثر كل ما كان عندنا معدل عالي من الاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر وهالقصص. يعني رسالتي للأشخاص اللي بيواجهوا مشاكل نفسية مثل اضطرابات أو قلق أو توتر أو إلى آخره، أنه يفكروا بإيجابية أكثر. الحياة بصراحة ما أنا مستاهلة، يعني ما أنا مستاهلة أنه أفكارنا السلبية تقتلنا أو تأثر علينا نفسياً. فالتفكير بإيجابية بيساعدنا بنواحي كتيرة، بيساعدنا طبعا على تجاوز الألم، بيساعدنا على تحسين مزاجنا، بيساعدنا على تخطي الضغوط. التفكير بإيجابية حتى بيجعل صحتنا ومناعتنا أقوى بكتير. أثبتت الدراسات أنه الأشخاص الإيجابيين أو اللي بيفكروا بإيجابية أكتر المناعة عندهم كتير قوية، وهن أقل عرضة للإصابة بالأمراض وأقل عرضة إصابة بأمراض القلب، بالإضافة لهن أقل عرضة ارتفاع ضغط الدم. اسمي غالية معظماني، أنا من مواليد سوريا دمشق، عمري 19 سنة. هاي المرة تانية اللي بشارك فيها بمعرض اسطنبول للكتب. بقدر أقول إنه لوحتي كانت فكرتها الأساسية عن تذكير الناس وإرسال رسالة بعد ما بلشوا، يعني من الأحداث الأخيرة اللي صارت في فلسطين، فحسيت الناس بلشوا ينسوا عن الموضوع هيك، فحبيت بس أعمل صورة إنها توجه للناس رسالة إنه القضية ساعتها موجودة. يعني حبيت إني يعني قد ما أقدر إني أحط أشياء إنها تطالع مشاعر، مثل ما شفت صورة الولد مع الختيار، يعني عملت كتير تفاعل مع الناس مع مشاعرهم.
فأنا اخترت هاي الصورة بالضبط وحبيت إني أدمج كتير نوعية ألوان وحول يعني حبيت إني أعمل الباك جراوند كلها إنها تكون متطابقة مع فلسطين وكل شيء بخص فلسطين. حطيت عروق الزيتون من الزاوية، حطيت المسجد الأقصى والأبنية ودمجت الفكرة مع الختيار والولد. طبعا اللوحة بشكل عام أخذت معي 34 يوم كل يوم ساعة. مثل ما قلت لك من قبل هاي مو أول مرة بشارك بالمعرض، بقدر أقول هاي المشاركة الثانية. وطبعا شاركت باسطنبول بكتير معارض من قبل، كتير عندي لوحة كمان عن المسجد الأقصى طبعا بعدها وخلص عندي. طبعا أنا كتير كنت حب أرسم الحيوانات والأحصنة والأسود خصوصا. بقدر أقول إنه بداية تعلمي للرسم كانت بفترة كورونا وقت ما كان في شيء أعمله، فكنت دائما هيك أمسك كراسي وأقعد أرسم. بعدين حسيت إنه أوكي أنا عندي موهبة دغري هيك طلعت أوكي، فبلشت أتدرب أكتر. وبالمدرسة كانوا يطلبوا منا إنه نرسم سكتشات بالبنسل وهيك، طبعا أنا ما كنت متعودة على هذا الموضوع بس وقت كان تاسك فلازم ضروري أعمله. فوقت كنت أرسم طلع الرسم كتير ضابط معي، فبلشت يعني بلشوا الأنسات يقولوا لي أوه رسمك حلو، فأنا بلشت إني كبر الموضوع. فبلشت إني أول شيء بدأت بالأكريليك، بلشت أرسم لوحات عن الحيوانات، بعدين بلشت أدخل بمجال الألوان الزيتية. طبعا إلهامي بهاي اللوحة بقدر أقول إنه إجا من القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة يلي صارت. بقدر أقول إنه حبيت إني أرسل للناس رسالة وتذكير إنه القضية لساتها موجودة والمقاطعة لساتها موجودة. عشان هيك حاولت إني أجيب صورة واقعية وأدمجها مع أي شيء تجريدي، فاخترت صورة الختيار يلي هو طبعا بيعبر عن الإنسان الواعي بكل الأحداث يلي عم تصير في فلسطين وكل شيء، والطفل يلي هو لساته يعني ما له واعي بالأشياء اللي عم تصير والاندماج بيناتهم. وحاولت طبعا اني ادمج بالباك جراوند اشياء بتدل على فلسطين والقضية الفلسطينية مثل الزيتون والقبة الصخرة، وحاولت اني نوع بالالوان من الاصفر للبنفسجي والازرق، وحاولت اني اسويها يعني لوحة مدموجة من كل الاطراف والجهات. هذه فرصة جميلة يلتقي المثقفون وطلاب العلم في المعرض الدولي للكتاب في إسطنبول. الإصدارات الجديدة الأنبياء الملوك داود وسليمان وهيكل سليمان المزعوم، ويعالج قضية الاختراق اليهودي عبر التاريخ للمنظومة الغربية في تمرير عقيدة الهيكل المبنية على أسس غير صحيحة لا من حيث العقل ولا من المنطق، والرد على هذه السردية من خلال القرآن الكريم: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ويتحدث عن دولة داود عليه السلام ويتكلم عن دولة سليمان عليه السلام، ويرد على الشبهات التي ألصقت في التراث الإسرائيلي بسيدنا داود عليه السلام، ويبين عقيدة الإسلام في الأنبياء والمرسلين. فيدخل في ضمن التدافع الحضاري والثقافي في النظرة إلى داود وإلى سليمان عليه السلام، وهي من ضمن موسوعة اسمها تاريخ الحضارة الإنسانية وقادتها العظام بين قوسين الأنبياء والمرسلون. صدر منها آدم عليه السلام مؤسس الحضارة الإنسانية الأولى، ونوح عليه السلام الطوفان العظيم مؤسس الحضارة الإنسانية الثانية، وهود عليه السلام مؤسس الحضارة الإنسانية الثالثة، وصالح عليه السلام مؤسس الحضارة الإنسانية الرابعة، ثم عصر الممالك وعصر الدول وعصر المؤسسات الجيوش في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام في العصر الكلداني والكنعاني، وظهور شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام. هناك كتاب أيضا يتكلم بالتفصيل عن حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعوته إلى التوحيد والأسوة الحسنة، ثم في كتاب آخر عن موسى عليه السلام عدو المستكبرين وقائد المستضعفين، وأيضا كتاب آخر عن الحقيقة الكاملة لعيسى عليه السلام كما جاءت في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم حفظ الذاكرة الإنسانية، وأهم المحطات للتاريخ الحضاري الإنساني حفظت في القرآن الكريم.
فجل الأسئلة الوجودية الكبرى التي تشغل الإنسان وتشغل الشباب والشبهات الإبليسية والشيطانية أجيب عنها في القرآن الكريم خلال قصص القرآن ومن خلال الآيات القرآنية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقائد، يهدي للتي هي أقوم في العبادات، يأتي للتي هي أقوم في الأخلاق، يأتي للتي هي أقوم في القيم، يأتي في للتي هي أقيم في القواعد السياسية والقواعد الاقتصادية والقواعد النفسية، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هي المعركة الحضارية أو التدافع الثقافي والحضاري قديم ليس جديدا، يعني من عهد النبوة، يعني لما جاءت رسالة الإسلام كانت الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية وحدث التدافع وانتصرت الحضارة الإسلامية في أبعادها المتعددة العقائدية والأخلاقية والتاريخية والثقافية في تلك الفترة، وامتدت وكان هناك المعارك الكبرى مثل القادسية مثل اليرموك، وعلى أثرها تمت الفتوحات ليست عسكرية فقط، هي فكرية وثقافية وعقائدية وقيمية. انتصرت الحضارة الإسلامية بمنظومتها المتكاملة العقائدية والثقافية والأخلاقية على الحضارة الفارسية في تلك الفترة، وانهارت أمام المنظومة والحضارة الإسلامية المعتمدة على وحي السماء، وكذلك الحضارة الإسلامية أمام الحضارة الرومانية. ثم استمر هذا الصراع وإلى يومنا هذا. فالآن في غزو من أعداء الصحابة رضي الله عليهم وهو داخلي، وهناك غزو خارجي متمثل في منظومة الإلحاد والشذوذ ويعني طمس الفطرة الإنسانية وتغييب العقل وإغراق الشباب الجيل الجديد في الشبهات والشهوات، وهو في الحقيقة محاولة لاستحواذ الشيطان على الناس، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وطبيعة هذه الحضارة بالتحديات، يخرج العلماء والشباب الآن المستهدفون في المستقبل هم علماء ومدافعون عن هذا الدين، هذه سنة الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الآن الإنسانية في عمومها والظلم الحادث في غزة وفي فلسطين، الآن انهيار هذه الحضارة الغربية وظهور حضارة تستمد أصولها وقواعدها من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون.